بسم الله الرحمن الرحيم. نحن مجموعة من مواطنين القادسية، تحديدا قطعة 500 شارع المجمع الطبي، نعاني من قلة الخدمات وسوء الخدمات في هذه الشارع. يعني صراحة من أبسط المتطلبات صارت هو تبليط الشارع، لأنه تعرف احنا مقبلين على فصل شتاء، فنناشد السيد المحافظ ونناشد مدير بلدية تكريت من أجل التفات على حانا. يعني احنا كمحال تعرف شوف البضاعة قاعدة تدمر بسبب الغبار، ونتمنى الالتفات من كل المعنيين. طبعا هذا الشارع شارع تجاري بقطعة 500، بكثر المحال البي وبكثر الناس المتبضعين اللي يجون عليه، فنحتاج إلى تبليط، نحتاج إلى إنارة، نحتاج إلى خطوط صفر للمحال حتى مو العالم تتجاوز على الشارع، حتى هم أن تكون علامة السيارة سهلة للمواطن، وهمين حتى أبو المحل يكون مرتاح. نشكر قناتكم الموقرة يعني تواجدها هنا وتنقل معاناتنا. طبعا أنا صاحب هذا المول، يعني أشتكي من ارتفاع الدولار من صعد لحد هاي اللحظة. يعني قبل هواية شغلات كانت مناسبة، يعني هسا المواطن قام الفقير ما يقدر يشتري هاي السلع اللي موجودة عندنا. يعني هواية شغلات كلها مو هواية، يعني نقول بشكل عام كليتها صعدت. يعني نروح احنا نشتريها مثل بكذا مبلغ، على ما نخلصها نروح نلقاها زايدة نشتريها بهذا المبلغ الثاني. يجي الزبون علينا يابا انتم صاعدين المادة، يعني عندك العامل هو فاين حظه يوميته 10 أو 15 ألف. قبل يعني عندك 15 ألف يسوق مسواك كامل للبيت، هسه أصبحت 15 ألف يجي ياخذ بيها حاجتين أو حاجة ونص خلصت فلوسه. فأحنا نشكي من هذا الموضوع، يعني ما نعرف نجيب. صار هاي تقريبا سنة وما يقارب ونص نبدل فلوس بفلوس، وهم نوبات نخسر ويا هذا، ما يعني تعبنا والله العظيم خسارة. يعني يجي المواطن يعني هو فاين حظه، كل هالمواطنين اللي اجور يومية واللي عقود، ما تحس والله العظيم. شكينا وناشدنا اكثر من مرتين ثلاثة، ليش هم مستفادين والمواطن طب مرض؟ يعني فاين حظ احنا تعبانين من الصبح لليل، نروح نجيب الحاجة مثل ب20 ألف، بعتها كملت رحت اشتريتها ب22 ألف، ده هي فوق ما زايدة انه بتحملها علي شوية وعلى هالسالفة هاي. الحكومة تناشد عليها ولا كأنك تحكي، عبالك ميت وتحكي تلقن بيه، ما يفيد. ملينا من هاي الحالة ليا منك، من فوق 16 ألف الى تعبر 17 ألف، هي كلها يعني متجاوزة، وقرب شارع 60. يعني الشارع هذا كله هسه يعني مهدد انه يدوس. هاي الشوارع اللي اشتغلوها هسه من هنا لهناك شوارع كلها مهددة حاليا. هسه احنا بدينا بالعام الدراسي والشوارع لحد الان نطالب بالغاص والحدل ونطالب بالكهرباء، نقص احتياجات عامة. مركز صحي يعني هسه لحد الان واحد يلا هسه بدا بالعمل. نحتاج المدارس، مدارس عندنا مدرسة او مدرستين، مدينة أكبر من تكريت صارت وأكبر حتى من القادسية. يعني لحد الآن إحنا بمدرسة واحدة ومدرسة كويتية، يعني لحد الآن كرفانات إحنا عايشين ما قبل التاريخ. يعني والله مصيبة، المن نحكي والمن نسولف، قاضينها على المناشدات، ناشد فلان وناشد فلنتان. يعني ما المعقول ما عندكم مخطط؟ هل من المعقول ما عندكم يعني عمل صحيح؟ هل من المعقول ما عندكم يعني اليوم انت اليوم تسوي خطه وارد اعمل عليها اسوي واطور يعني الا الناشد ولا نحكي ولا نجدي، هاي قضيناها ايش هذا وايش داوه وهذا الى اخره الحديث. يعني الكرفان ايش يرد يحتوي؟ 30 طالب، روح شوف ايش قد بيه 90، شوف ايش قد بيه 100. يعني ماكو طاقه استيعابيه فوق الطاقه الاستيعابيه في 3 قوط. يعني هذا المطر والكهرباء والنتل، يعني هاي مو كلها هذا، يعني هو كرفانيه الكبرى، شنو الطاقه الاستيعابيه مالته؟ يعني احنا نظل هكذا؟ ايش قد راح تظل الفتره؟ ايش قد تظل المعاناه مالت الناس الى متى؟ يعني احنا صار لنا، انا صار لي من 2016 لحد الان اذب استماير مال رعايه اجتماعيه وما حد ما جاي يسوي لنا اياها. احنا نريد بس نناشد الدوله انه اسمانا مال رعايه اجتماعيه لحد الان ماكو، وكل ما اروح اقدم فايل ماكو، كل ما نروح نقدم فايل ماكو، وانا الوحيد اللي احنا قاعدين هنا ايجار وفاين حظنا. واحنا والله العظيم صحيح احنا قاعدين هسه يعني ايجار 400 الف في الشهر، والله ماكو اسمان. هسه كل ما اروح الرعايه الاجتماعيه ما حد ما اذا عندي فلوس
يمشوني، بس اللي ما عنده فلوس ما ينطوا صراحه. اي والله يا الزنقين كلهم يستلمون رواتب وقاعدين وسيارات وبيوت والله يزيدهم، واحنا قاعدين ايجارات وفاين حظنا ونذب بهالفايلات وماكو شيء. احنا حاليا عندنا المدرسه الكويتيه الرابعه اللي هي متكونه من كرفانات. اليوم بدا العام الدراسي الجديد، كل صف من الصفوف تقريبا ياخذ الى 60 الى 70 طالب، ناس قاعده على رحلات وناس قاعده ناس واقفه وناس خارج الصف. بصف المدرسه الكويتيه موجوده هيكل مدرسه، بزعنا من المناشدات اخوان هاي المدرسه كملوها، خصصوا لها مبلغ مالي، كملوها، فكوا الزخم الحاصل بالمدارس من قبل 2014. هذا وضعها. عندنا المدرسة الهمامية للبنات أيضا أعداد خيالية للطلبة، يعني أتمنى يجون يسوون زيارة ويشوفون المدارس. مدرستين فقط بالديوم، حي الديوم فقط مدرستين. العوائل اللي موجودة بداخل الحي ما تقارب 3000 إلى 4000 عائلة، 3000 4000 عائلة، كل عائلة عندها خمس نفرات أو ست نفرات هم عندهم مدارس. زين احنا نضطر احنا كاولياء امور طلبه نضطر انه اولادنا وبناتنا تصير مدارسهم داخل مركز المحافظه داخل تكريت. اهلا وسهلا بكم. طبعا احنا من منطقه اهالي الديوم، ومنطقه الديوم طبعا تعاني نقص حاد من البنايات المدارس. عندنا المدرسه هاي احد المدارس اللي هسه تقريبا يمكن حضرتكم تشوفوها، هاي المدرسه من قبل احداث داعش لحد الان ما مكتمل البناء بها، وما نعرف شنو الاسباب، يعني اسباب موضحه ماكو. عندك هاي المدرسه اللي هسه موجوده، المدرسه الكويتيه الرابعه، هاي المدرسه اللي يبيها كرفانات، كل كرفان اللي هو استيعاب الاصلي 15 طالب باكثر من 60 طالب وعندك مدرسه الديوم التكميليه للبنات، وعندك المدرسه الهماميه، كل المدارس اللي موجوده الديوم للبنات بيها 1250 طالبة، يعني تقريبا 70 طالبة بالصف الواحد و70 طالب بالصف الواحد، يعني الطالب شو راح يتعلم احنا ما نعرف. بالنسبة للديوم، الديوم صار أكبر أحياء مدينة تكريت، بل أكبر من تكريت بنفسها. اليوم نشاهد ضعف بالخدمات الدراسية والتعليمية، كوادر يعني التربية لحد الآن ما متخذة أي قرار جدي باتجاه منطقة الديوم لبناء وإكمال المدارس والبنى التحتية الخاصة بالتربية. اليوم احنا نعاني ونشوف الطلاب ونروح للمدارس، المدارس نلقاها مكتظة بالطلاب والأعداد تفوق هائلة جدا. فلهذا السبب نشوف يعني حتى من نروح مثلا نقدم الأطفال تقول لك المديرة أو المدير وين أودي إذا أنا عندي هذا الكم، يعني المدرسة اللي هي المفروض بها 600 مخلين بها 1250 طالب. والخلل منين يكون؟ راح يكون من المديرية التربية. المديرية التربية اليوم ما متخذة أي قرار جدي، ولا مجلس محافظة ولا محافظ صلاح الدين ولا ديوان المحافظة، لحد الآن ما شفنا أي خطوة إيجابية باتجاه منطقة الديوم باتجاه الأحياء اللي هي التوحيد وال 3000 وال 6000 وال 16000 وال 12000. ومن هنا واطئة الكلفة ترجع عندك. الشغلة الثانية هاي اللي قاعد ينطوها مثلا جنة تكريت وهذا، هاي الأعمار المجمعات السكنية لحد الآن ما بنوا مدارسهم الخاصة بهم. فلهذا السبب هسه احنا مثلا مجمع الجوهره وغيره وغيره من هاي المجمعات كلها ثقلها وين؟ على مدارسنا اللي هي موجوده بالديوم. احنا نطالب خطوه ايجابيه حقيقيه، اكمال المدارس وبناء وانشاء مدارس اخرى في الاحياء حتى تخف الزخم ويخف كاهل عن المدارس وعن المعلم وعن الكوادر كلها وعن الاهالي. تحياتنا لكم ونشكركم. هذه الراتك ابو جابر. احنا تضررنا بجراء العمليات العسكريه والارهاب داعش نعنه الله عليه. زين عندنا معاملات من 2018 ولحد الان ما منجزه وكامله،
ضاله فقط على الصرف. من تراجع الدائره يقول لك والله صرف ماكو، تخصيص ماكو. احنا من 2000 انا واحد من العالم عندي معامله من 2018 ولحد الان ماكو تعويضات، واني بيت متضرر مالتي وطلعوا كشف عليه وشافوه وامورنا تعبانه. الناشد الحكومة المركزية والحكومة المحلية شوي نظرها على المواطن التعبان والمواطن المتضرر من جراء العمليات. نشكر جولتكم الصباحية في مدينة تكريت. حقيقة احنا شريحة من الجرحى من أبناء تكريت اللي قدمنا معاملات على دائرة تعويضات تكريت، معاملاتنا منجزة، قرارات صدرت لنا هاي يومية، احنا دزيناها للمدعي العام حتى يصدر بها قرار، وننتظر لحد الآن كل شيء ما شفنا من حكومة صلاح الدين لا تعويضات، لا تقول مثلا تروح عليهم على الدائرة يقول لك يابا تعال عندنا معاملات مالتنا لحد الآن ما كملت، شنو السبب؟ ها والله ننتظر صرف، ها والله عندنا هيك مثلا اشكالات. هسه النوبة طلعوا لنا بالجديد انه 4 كتب، ليش فقط اللي بس مدينة تكريت، اهل تكريت يعني خصوصا 150 قرار احنا، يعني اقصد لك يعني 150 جريح عفوا، طلعت لنا هاي النوبه كتب جديده، لازم 4 كتب أو 7 كتب مخابرات واستخبارات يعني هاي عامه. زين تنتظرون انتم الظروف شلون، اللي ما عنده منين يرد يروح مثلا يروح حجره البغداد يفطر دوائر. المواد هي كلها صعدت، احنا ما نلوم ابو المحل، ابو المحل حقه، لان هي من قاضي صعدت كليتها، المواد، الطحين صعد، الدهن صعد، كل المواد صعدت بدون استثناء. واحنا اولا الله وثانيا الكم. والله استاذ كل شيء غالي. الطماطم هسه انا الكيلو بلف. خيار بلف. يعني من تجي على يعني احنا عراقيين ومخضر هم دولة عراقية، بس كل شيء صاعد، يعني ماكو شيء نازل. اي باذنجان همي انا ب 500. والله ارتفاع الاسعار هو يعني الناس حتى الطفل قام يعرف بيه بانه هو من وراء ارتفاع الدولار، هاي وحده. والشغله الثانيه يعني الجانب السياسي، يعني لحد الان الوضع ما مستقر، فهذا ياثر يجي صاعدا ونازلا. ف يعني يوميا تشكيل الحكومه باكر، تشكيل الحكومه عقب باكر، تجار الكبار يعني صارت عندهم مخافه باستثمار اموالهم، كذلك بالنسبه للبضاعه اللي يريدون يدزوها يعني هم صار بها قله. يعني هسه عندك الشكر حاليا بس يعني اذا اسبوع واحد تاخر راسا يصعد 2000 دينار. المعجون حاليا شنو الصعوده ما حد يعرف، معجون حاليا صاعد.
زين الزيت لا نزل، هو والدهن نزل، فالاسعار ما نعرف يعني ماكو يعني سياسه متبعه داخل الدوله ماكو، فكل من يجي كل تاجر بكيفه يجي يجيب البضاعه ويحط الاسعار ها حسب ما هو ما انفرض عليه، فلذلك اكو تخبط قاعد يصير، تخبط سياسي وتخبط اقتصادي وتخبط اجتماعي زين. فيجي هسه حاليا فتحت المدارس، المدارس انفتحت، يجي الاب يروح ياخذ يلقى الملابس غاليه، يلقى المواد الغذائيه غاليه، يلقى البنزين صعوبه، ابو الغاز يقول لك صعوبه حصل عليه، فكلها صعدت. القرطاسيات كذلك ماكو كتب، ماكو السنه يقولون لهم انتم تجازوا ماكو كتب، يعني مدارس وين، وين المدارس المجانيه؟ وين اللي يحجون بالبرلمان وينهم؟ خلي يطلعون يحجون وينهم؟ يلا شيئوا العام الدراسي الجديد ورا ما راحت كورونا والناس، روحوا شوفوا الدول، روحوا شوفوا الامارات ايش سوت، شنو الامارات احسن من عندنا؟ بس ماكو، ما حد يحس، ماكو ضمير، ماكو. فلذلك تشوف انا اشد احكي حتى احكي خلال هالدقائق هاي، بس نرجع ونقول السبب الرئيسي هو ها الدولة، لأن ماكو سياسة منظمة تنظم يعني عام دراسي جديد يبدي، ما حد يعرف شنو. قبل كم يوم ينشروا لك صورة مال المدرسة ها حتى لبخ حائط ما مالبوخ ومكيفين جاي يفتتحوها ومحافظة صلاح الدين. والله أستاذ البطالة مثل احنا عمالهم بالسوق، أنا صار تقريبا اشتغل عام من 2005 لحد هذا اليوم. السوق كان قبل حيل زين، حركة ماشية، سير ماشي، عمل، تجارة، حيل فول يعني. أما هسه أصبحت حيل تعبانة، يعني هسه أبو المحل يشكي، أبو المسؤول الشركة نقول يشكي، التاجر يشكي، كلها تشكي بسبب السوق تعب، حركة تعبانة، سيول تعبانة، وضع تعبان ما تفهم يعني. الناس دايخة يعني، هاي اليوم من الصبح للمغرب أنت ما تبيع ذاك البيع، مو ذاك الحركة من قبل كانت حركة سوق تجارة، العمل ماشي، البشر ماشي، الحياة ماشية. أما هسه أصبحت حيل تعبانة، شنو السبب ما تفتهم. قدمنا ما خلنا على رعاية اجتماعية، لحد نلاقي يمكن 50 فايل على رعاية اجتماعية، لحد هسه يطلع اسمي، وصار من 2005 لحد هذا يومك، ومش نقول رعاية بعد ما صرت لحد الان. بس كعمل يعني الحمد لله، وش تسوي؟ وين تروح؟ واحد وين يروح؟ انا اشتغل غير عمل، انا اشتغل من هالمحل من 2005 لحد هذا يومك عمال، والحمد لله والشكر. نطالب الجهات المختصة أن يوفرون أسلاك وأعمدة، لأن مثل ما تدرون جانا شتاء والأسلاك كلها بالقاع، وأطفالنا يعني خاف على يعني على أطفالنا زين، فبكت الله يعني نظرتهم على هذه المنطقة. ونطالب أيضا بمدرسة، لأن مدرسة ما عدنا بالتوحيد. قبل فترة طالبنا بكرفانات منطونة زين، راجعنا مدير التربية وقلنا له هو هسه اكو دينشون يعني مدرستين بس تطول احتمال 4 سنوات يعني حسب احنا نريد. ايه اكو والله دنعاني، والله احنا هسه احنا دندز يعني فوق العيشة صعبة، دندز النوبة خطوط 100,000 بالشهر كل طالب. اي التكريت، واكو بيهم ما يقبلون، يقول لك طسات بعيد، والله ما عنده الا الله، ما عنده الا الله. احنا نطالب الحكومه المحليه والسيد المحافظ
والمختصين بهذا العمل ان يلتفتون علينا، لان احنا ما عدنا غيرهم واحنا انتخبناهم، ومثل ما يقول وقفنا وياهم خلي يقفون ويانا. نطالب من الحكومه تسوي لنا حل. عماله طلبه طلق قاعدين بالمسطر، لا رواتب لا شيء، ما يرهم هالشكلاته. يسوون لنا حال رواتب رعايه من 2016، لا رواتب لا رعايه، كل شيء ماكو. احنا استاذ نحكي عن معاناتنا بفرص العمل. طبعا عندنا هنا اكثريتها طلاب جاي تشتغل بالسوق. ليش؟ يعني الطالب يقول لك انا احاول احافظ على دراستي، ومن ضمن اهميه ألقي لي فرصة عمل حتى باشر عقبه من أخلص يعني دراستي وأطلع خلص الجامعة، فأنا عندي يعني أقدر بأسواق ناشئة يعني أقدر أفتح مشروع تجاري وهذا. ليش؟ لأن الوظائف قليلة، إحنا عندنا قلة وظائف، فإحنا المفروض نفتح معامل إنتاج، معامل إنتاج عراقية. ليش؟ حتى ندعم المنتوج العراقي، حتى أول شيء العملة مالتنا الدولار نحصلها داخل الدولة ما يطلع خارج. اثنين هاي الشباب هاي كلها المفروض تتوظف بهاي المعامل، فيعني نرجو فتح معامل عراقيه مثل معامل لدان، معامل بلاستيك، معامل مواد احتياطيه قبل كانت عندنا بالعراق، كلها هسه حاليا لاحظها ماكو مختفيه. اخويا احنا ناس كنا على باب الله، انا عندي معمل رعايه مثل 2016 لا عندي راتب وعمري 50 سنه، الزناقين عندهم رواتب، اللي عنده عماره عنده راتب، كله بالفلوس. رشوة عندك مال رعاية، يعني عندك علاقة عندك فلوس سولك راتب، ما عندك فلوس حالك حالك كلب. والله العظيم أنا أقول لك ياه قدام وما أخاف. زين أنا قاعد أشيك على إني أكثر العمال هنا قاعدة، مو العمال أكثر أغلبية بتكريت ما عندهم راتب رعاية. ما أريد نقول فلان فلان عنده راتب رعاية، والله عيب. يعني عنده عمارة عنده راتب رعاية، خالي هو يصعد الأعداد بثلاث شدات عنده راتب رعاية، وانا عامل ما عندي راتب رعايه. تدري انا الحكومه كل عرفت تسمم من ورا الفايلات، والله كل عالم عرفت تسمم امم من ورا الفايلات يا اخي. اي طبعا ذبوب الوسخ، لان انا نزيه عبين شريف فقير لو زنقين ومو خوش ادم يسوي له راتب رعايه يا خالي، يعني ما يصير. والله خالي راجعت البل 40 بالقادسيه ما طلع اسمك ما ادري شنو، ونقول عمي والله يا اخي الشغل اعرف انا رجال عبد المعروف هنا العالم، يعني تخابرني او انت تجي على مثل وجهك الطيب ولا اخ ولا اخي يعرفوني. والله عندي ايجار فضل الله ما شاء الله 250 الف على غرفه واحده، 250 الف دينار. زين 250 الف وعمره 50 سنه، اشوفني هذا واشتغل عمال اقول الحمد لله والشكر احسن ما مد ايدي. ما يصير نسوي لنا اعلان للمحل هذا؟ ليش لا؟ يلا.